الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل وقدره
لا يرجون لقاء
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء فقد لبثت
فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر
البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
كنا عن عبادتكم
وما يتبع
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء أو نهارا ماذا
ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يظلمون هو يحيي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تبديل لكلمات
قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين
يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ قومكما بمصر بيوتا وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا زينة ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستقيما ولا تتبعان سبيل
كذبوا
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا
كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك
وهو خير